أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول باب جوامع التوحيد من الكافي الشريف في الحديث الأول، وهذا الحديث هو خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه في صدر هذه الخطبة، وهي تتضمن جوامع التوحيد. وصلنا إلى هذا المقطع بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم، خلق الخلق لا لكي يكمل في نقص والعياذ بالله، وإنما سبحانه وتعالى خلق الخلق لحاجة الخلق إلى الرحمة، ولذلك يرحمهم بالرحمة العامة، رحمتي وسعت كل شيء، ويرحم المؤمنين منهم بالرحمة الخاصة، فسأكتبها للذين يتقون، إلى آخر الآية الشريفة. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم وهذه المخلوقات، ولو العلم الحديث لم يصل إلى نهاية هذا الكون الرحب، وكلما تطور العلم وتطورت الآلات التلسكوبات، كلما اكتشف الإنسان أبعادا أخرى من عظمة هذا الكون، ولكن يبقى هذا الكون مخلوق، وكل مخلوق متناه، وإنما غير المتناهي هو الله سبحانه وتعالى. فإذن الخلق يتناهى، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق أكثر مما خلق؟ لا لعجز، لأن خلق كل هذا الكون الموجود وخلق 10 أضعافه أو 100 أضعافه أو 1,000,000 ضعف أو 1,000,000,000 ضعف لا يختلف بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فأن يخلق الله سبحانه وتعالى ذرة أو أن يخلق مجرة لا فرق، فلماذا لم يخلق أكثر مما خلق؟ لا لعجز أو تعب، كلا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإنما لعدم الحكمة والمصلحة. لا توجد مصلحة في الزيادة على ما زاد، فلذا الله سبحانه وتعالى لم يزد، لكن إذا اقتضت المصلحة أن يزيد في الخلق، الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فإذن الله سبحانه وتعالى إذا خلق هذا المقدار ولم يخلق أكثر أو زاد في الخلق، كل ذلك لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن اللهو وعن العبث، وليس كالمخلوقات حيث إنهم لا يزيدون لجهلهم أو لعدم قدرتهم، فإذا قدروا زادوا، إذا علموا زادوا. المقطع اللي نقلناه أمس الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الأمر الأول، وهو أن المخلوق يعجز فلا يزيد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجز، فإذا لم يزد فإنما هو لعدم الحكمة في الزيادة. الأمر الثاني، المخلوق قد لا يزيد في أعماله لجهله، قد يكون قادرا على القيام بعمل لكن لا يقوم بذلك العمل، المخلوق قد يكون قادرا لكن لا يقوم بذلك العمل لجهله، فإذا علم به قام به، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، الله عالم وعلمه لا حدود له،
عالم بما كان ما يكون ما هو كائن، وعالم بما لم يكن. وعلم الله غير متناهي، يعني لا حدود له. فإذا لم يزد في الخلق لا لأجل جهل تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، حتى إذا اكتشف وعلم زاد في الخلق، كلا، الله سبحانه وتعالى لا يزيد لعدم المصلحة في الزيادة، فإذا كانت المصلحة في الزيادة زاد في الخلق. فإذن في هذين المقطعين، المقطع الأول تلوناه في الحلقة الماضية وهذا المقطع الثاني نتلوه في هذه الحلقة، الإمام يبين جانبين، أن الله ليس كالمخلوقات، ليس كمثله شيء. المخلوق لا يفعل أكثر لعجزه، والله ليس بعاجز. المخلوق لا يصنع أكثر لجهله، فإذا علم صنع، والله سبحانه وتعالى ليس بجاهل. لذا الإمام يقول هذا المقطع اللي قرأناه في الحلقة الماضية، ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى. الاكتفاء بهذه المخلوقات ليس لعجز ولا فترة، يعني فتور وضعف، عكس المخلوقين يريد أن يفعل أكثر لكن لا يتمكن فيتوقف عند حد. الله سبحانه وتعالى إذا أراد الزيادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني، علم ما خلق وخلق ما علم. الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الأشياء عالم، إذ لا معلوم، لأن الله أزلي ليس له بداية، هو الأول والآخر، فكان الله ولم يكن معه شيء، ثم أوجد الأشياء، خلق الأشياء. قبل أن يخلق الأشياء كان عالما بما سيخلقه، وكذلك عالم بما لا يخلقه. علم ما خلق وخلق ما علم، يعني الأشياء الذي أوجدها كان عالما بها فأوجدها، لا كالمخلوقين الذي من قبل لا يدري ماذا سيفعل في المستقبل، فيبدأ بالتفكير ويفكر 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 إلى أن يصل إلى نتيجة، ثم يبدأ بتنفيذ تلك النتيجة التي وصل إليها. يعني إحنا القرارات اللي الآن نتخذها في أعمالنا، قبل أن نتخذ هذه القرارات نحن عادة نجهل القرار الذي سنتخذه في المستقبل، حتى أنت الأمور التي أنت مصمم عليها أنه تتخذها في المستقبل، هذا في بداية الأمر كنت جاهلا بها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك الإنسان الله حباه وسائل المعرفة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بالتدريج الإنسان يعلم بالمحسوسات، ثم تدريجيا يبدأ بأن يعلم بالأمور المعقولة إلى أن تتكون شخصيته ويقرر قرارات، سواء قرارات مصيرية أو قرارات غير مصيرية. أنت ماذا تفعل في غد؟ أكثر القرارات التي ستتخذها في غد أنت الآن جاهل بها، لأنها قرارات آنية وقتية. نعم، بعض الأمور الأساسية المبدئية عندك أنت متخذ قرارها، يعني أنت متخذ قرار أنه غدا ستصلي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء إن بقيت حيا، متخذ قرار أن تفعل كذا وكذا وكذا، إذا موظف تذهب لوظيفتك، إذا معلم تذهب لمدرستك، إذا طالب تذهب إلى دراستك. بعض الأمور أنت مقرر فيها، لكن غالب الأمور أنت ما مقرر فيها، فتبدأ بالتفكير ثم تقرر. هكذا حال المخلوقين، لكن الله سبحانه وتعالى علم ما خلق، يعني من الأزل كان يعلم بالأشياء التي سيخلقها، وخلق ما علم. احنا بعض الأحيان نقرر قرارا بعد ذلك لا ننفذ ذلك القرار. لماذا لا تنفذ ذلك القرار؟ لأنه تبين لك خلل في القرار، يعني اتخذت القرار لكن اتخاذي للقرار كان خاطئا، يعني كانت أمور كنت غافلا عنها، فلذلك اتخذت القرار الخاطئ، لذا أتراجع عنه.
لكن الله سبحانه وتعالى وخلق ما علم، علمه ليس بجهل، حتى نقول بأنه اكتشف الجهل فتوقف، كلا، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، علم ما خلق وخلق ما علم. لذلك أكو بعض المتكلمين هكذا يزعمون، وهذا بسبب الابتعاد عن القرآن وعن روايات الرسول وآل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام، هكذا يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بعد خلقها ولم يكن عالما بها قبل خلقها، وهذا يستلزم الكفر، لأنه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتعالى عن ذلك. هناك بعض الشبه حدثت في أذهانهم، فلذلك أنكروا علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، أو أنكروا علم الله بالمستقبل، وكل هذا من التلبيسات التي وقعوا فيها بسبب الابتعاد عن المنهج النهل الصافي. والرسول صلى الله عليه وآله في وصيته ماذا يقول؟ إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لكن المشكلة أنهم لم يتمسكوا بالقرآن، لأن القرآن فيه محكم متشابه، عام خاص، مجمل مبين، ناسخ منسوخ، فأخذوا بالمتشابه وردوا المحكم، أخذوا بالمنسوخ وتركوا الناسخ، تركوا الخاص وأخذوا بالعام، فهذا سبب الضلال والإضلال لهم، في حين أنه كان المفروض أن يتمسكوا بالقرآن حسب ما فسره الرسول صلى الله عليه وآله، وذلك التفسير لا يكون إلا عن طريق الأئمة الذين علمهم الرسول صلى الله عليه وآله علومه. وكذلك تركوا آل البيت عليهم الصلاة والسلام، فقالوا حسبنا كتاب الله، فلا أخذوا بالكتاب، لأنهم أولوه بتأويلات باطلة حسب الأهواء والآراء، وأقصوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من كل المجالات، ومنها مجال تفسير القرآن، ومنها مجال الفقه، ومنها مجال الأمور الدينية والعقائدية وما إلى ذلك. ولذلك إذا أنت تراجع في روايات العامة لا تجد حد الأحاديث عن آل البيت إلا القليل جدا، القليل جدا، مع أن الرسول أمر بالتمسك بآل البيت عليهم الصلاة والسلام، فكيف تتمسكون بآل البيت؟ لا تعتقدون بإمامتهم ولا تأخذون دينكم منهم، أحاديثكم وصلت إليكم عن غير طريقهم، فكيف الرسول وصى أن بالتمسك بأهل البيت وأنتم لا تتمسكون بهم؟ على كل حال الإمام يقول علم ما خلق وخلق ما علم، لا بالتفكير في علم حادث كالمخلوقين، المخلوقين يفكرون ويصلون إلى نتيجة، إذا النتيجة هي صحيحة تكون علما، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق، يعني بعد التفكير حصل له علم وهذا العلم متطابق للواقع فأصاب ما خلق، كلا، هذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه، هذا صفة المخلوقين. وإذا لم يخلق لا لأجل تردد، فكر ما وصل إلى نتيجة، هذا المخلوق، أنت بعض الأحيان لا تقوم بعمل، لماذا لا تقوم بذلك العمل؟ تقول أني فكرت ما وصلت إلى نتيجة، لم أتوصل إلى نتيجة، فلذلك لأني شككت فلا أعمل، فلم أقرر. الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، منزه، إذا يقول ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق، لكن الله سبحانه وتعالى فعله قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن، قضاء الله مبرم، الإبرام ضد النقض، بمعنى إحكام الأمر حتى لا يكون فيه خلل، كما قال سبحانه وتعالى فإنا مبرمون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني أحكمنا في الأمر ولا خلل فيه، قضاء مبرم،
وقضاء الله سبحانه وتعالى حكمه، لأن القضاء هو بالأساس بمعنى الحكم، سواء حكما تكوينيا كقوله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني حكم حكما تكوينيا لأن السماوات والأرض كانت رتق، الله سبحانه وتعالى فتقهما بحكم تكويني جعلها سبعة سماوات، هذا قضاء تكويني. وقد يكون حكم تشريعي كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم حكما تشريعيا، والله سبحانه وتعالى بهذا الحكم قضى على العباد بأن لا يعبدوا الأصنام أو أي موجود آخر سوى الله سبحانه وتعالى. قضاء مبرم، يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق خلقه كان قضاء محكم لا خلل فيه، وعلم محكم من الإحكام بمعنى عدم الخلل في الأمر كقوله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت يعني لا خلل فيها، عكس الكتب التي يكتبها الناس قد تجد فيها بعض الأخطاء، لكن القرآن سبحانه وتعالى لا خطأ فيه لأنه إحكام من الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلم محكم، هذا العلم لا خلل فيه، ليس كعلمنا بعض الأحيان يكون هذا العلم جهل. وأمر متقن، الله سبحانه وتعالى أتقن الصنع بمعنى الدقة بحيث لا يكون فيه خلل كقوله سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذن علم الله قديم، وإذا خلق المخلوقات هو كان عالما بها قبل أن يخلقها، وإذا لم يخلق مخلوقات أخرى لا لجهل بها وإنما لعلمه بعدم المصلحة في خلقها فلذلك لم يخلقها. فلحد الآن انتهينا من مقطع آخر من مقاطع هذه الخطبة. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى بيان جانب آخر من العقائد، وهو مسألة التوحيد. والتوحيد فيه جوانب مختلفة، يعني زوايا مختلفة تبحث في تلك الزوايا عن التوحيد. توحيد في الربوبية، يعني لا رب سوى الله سبحانه وتعالى. توحيد في الذات، الله سبحانه وتعالى واحد. توحيد في الصفات، صفات الله الذاتية ليست تغير ذاته. توحد بالكمالات، يعني الكمالات كلها لله، وإذا أي موجود آخر له كمال فإنما كماله من الله سبحانه وتعالى. وتوحيد في العبادة، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز عبادة غير الله. هذه مقاطع الإمام عليه الصلاة والسلام يذكرها في المقطع الآتي، وكذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشركاء. فأولا توحيد الربوبية، الإمام يقول توحد بالربوبية. الرب، الكلمة المادة راء وباء وباء، هذه بمعنى التربية، ربب وربيا مع معناهما متقارب المادتان، فالرب من التربية معنا ولو أن المادة في اللفظ تختلف، رابابا رابايا. الله سبحانه وتعالى المربي للموجودات كلها، هو خالقها وهو الذي قدر ما يصلحها وما يفسدها، وقدر لها زمانا وجعل لها قدرا، وحكم بأحكام تجري عليها. الله سبحانه وتعالى جبار،
لماذا يقال لله جبار؟ في سورة الحشر ذكرت صفات الله سبحانه وتعالى، ومن تلك الصفات الجبار، لأن الله سبحانه وتعالى يقهر الكون بما يصلحه. جميع ما جعله الله سبحانه وتعالى في الكون من قوانين هذا لإصلاح الكون. إذا الحكام الظلمة أيضا سموا بالجبار وهم جبارون من باب أنهم يقهرون الناس على إرادتهم بما يفسدهم، الفرق بين صفة الجبار في الله سبحانه وتعالى وفي الحكام الظلمة هو هذا، الله يقهر الموجودات بما يصلحها، والحكام الظلمة يجبرون ويقهرون الناس بما يفسدهم. الله سبحانه وتعالى خلق وقدر قوانين وقضى قوانين، هذه القوانين تجري على المخلوقات أجمع. في الحديث الشريف لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، أنا كإنسان هناك أمور خارجة عن اختياري، أنا أصل وجودي لم يكن باختياري، الآباء الأمهات أنا لم أخترهم، القوانين التي الآن بتلك القوانين أنا داعيش من ضربان القلب وخفقان جريان الدم، عمل الأنسجة الدماغية، عمل الأنسجة في البدن، هذه كلها خارجة عن اختياري. لذا الإنسان حينما يغمى عليها وحينما نائم هذه الأمور جارية، أنت الآن تتمكن من إيقاف حركة قلبك بإرادة كلا، إلا أن واحد ينتحر، لكن لا يتمكن من أن يسيطر على هذه الأعضاء بإرادة منه، هذا القسم الذي الإنسان مجبور. هناك قوانين في هذه الكون، في هذا الكون تجري علينا ونحن مجبورون عليها شئنا أم أبينا، لكن أفعالنا بعض تلك الأفعال باختيارنا، أنا أتكلم أو لا أتكلم هذا باختياري، أصلي أو لا أصلي هذا باختياري، أطيع الله سبحانه وتعالى وأعصيه هذا باختياري، فلا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين الأمرين. الله سبحانه وتعالى له قضاء وله قدر، ما هو القضاء وما هو القدر؟ هذا تفصيل بعدين يجي، لكن كإشارة إجمالية القدر من المقدار، كل موجود له سعة خاصة، مقدار خاص، مقدار تحمل خاص، هذا قدر. جسم الإنسان له مقدار تحمل خاص، إذا سقط من شاهق يتحطم مثلا، هذا قدر. وهناك قضاء بمعنى أحكام تكوينية، لأن ذكرنا أن القضاء هو بمعنى الحكم، أحكام تكوينية، هذه الأحكام التكوينية تجري على الإنسان شاء أم أبى. مثلا نمثل مثال، إذا طائرة مثلا، هذه الطائرة طارت، فيها وقود بمقدار 500 كيلومتر، يعني تقطع مسافة 500 كيلومتر، زين هذه الطائرة طارت وتعدت 500 كيلومتر، إذا نفذ الوقود هذه الطائرة تسقط وتتحطم، سقوط هذه الطائرة بقدر وبقضاء. أما القدر فإن مقدار الوقود الذي كان في هذه الطائرة بمقدار 500 كيلومتر، فإذا تعدت ذلك وانتهى الوقود سقطت، لأن هذا مقدارها، هذا القضاء القدر. وأما القضاء هناك قوانين تكوينية، أن هذا الحديد الجاذبية تجذبه، إلا أن يكون هناك حركة بعكس الجاذبية، حركة المحركات هذا يكون بعكس الجاذبية، يحصل يكون هناك توازن بين الجاذبية وبين هذه الطائرة، فلا هذه الطائرة تضيع في الجو ولا هي تسقط إلى الأرض، لكن حينما ينتهي الوقود والوقود حركة المحرك يتوقف. الحكم التكويني هو أن الجاذبية تجذب هذه الطائرة فهذه الطائرة تسقط، سقوط هذه الطائرة بقدر وبقضاء. إحنا بعض الأحيان الأسباب نعلمها
ننسب المسببات إلى الأسباب. صار حادث سير، فلان مات، نقول لماذا مات؟ قل حادث سير. بعض الأحيان الأسباب لا نعلمها، لماذا مات؟ نقول قضاء وقدر. زين، الأول اللي مات في حادث السير أيضا بقضاء وقدر، لماذا لا ننسبه إلى القضاء والقدر؟ لأننا نعلم السبب. الثاني أيضا بقضاء وقدر وله سبب، لكن نحن لا نعلم السبب، لذلك نقول بقضاء وقدر، وإلا كل شيء في هذا الكون بقضاء وقدر. الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وجعل لها قابلية خاصة، هذا قدرها، وجعل قوانين كونية تتحكم في الموجودات، فهذا هو القضاء. فكل شيء فيه قضاء وقدر. من الذي جعل هذه القوانين؟ جعل هذا المقدار؟ جعل هذا الحكم التكويني؟ الله سبحانه وتعالى، كل شيء بيد الله، فتوحد بالربوبية. لماذا جعل هذه القوانين؟ لمصلحة، لأن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن العبث. العمل فيه مصلحة، القانون فيه مصلحة، الله سبحانه وتعالى قدر وقضى ذلك القانون وجعل ذلك المقدار. وإذا هناك أكو تدبير من غير الله فهو بإذن الله سبحانه وتعالى وبإرادته. يعني هناك ملائكة يدبرون أمر هذا الكون، لكن بإذن من الله سبحانه وتعالى. إذا ملك الموت هو مأمور بقبض الأرواح، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، وهذه القدرة التي لملك الموت بقبض الأرواح، هذه القدرة ليست قدرة ذاتية من نفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى أعطاه تلك القدرة وهو ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول هناك ملائكة يدبرون أمر هذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى، هل أشركت؟ كلا، لأنك لا تقول إن هؤلاء الملائكة شركاء لله، بل تقول عباد داخرون، هؤلاء يفعلون أفعالهم بقدرة أعطاهم الله سبحانه وتعالى وينفذون ما يريده الله سبحانه وتعالى. جبرائيل عليه السلام حينما ينزل بالوحي على الأنبياء وعلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله، هل من نفسه يفعل هذا الفعل؟ كلا، بأمر من الله. هذه القدرة في حمل الوحي إلى النبي الله سبحانه وتعالى أعطاه، فلذلك جبرائيل ليس شريكا لله سبحانه وتعالى. إذا دلت الروايات أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وآله من قبلهم، هؤلاء بإذن الله وبقدرة أعطاهم الله يدبرون أمر الكون، فهذا هو عين التوحيد، لأنك تقول إن القدرة من الله والتنفيذ بأمر من الله سبحانه وتعالى. كيف إن الملائكة القدرة التي لهم من الله وينفذون أمر الله، فهم المدبرات أمره، ولا شرك في ذلك، بل هو عين التوحيد. كذلك إذا قلت إن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة بقدرة من الله ليست بالاستقلال وبتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى يدبرون، هذا لا إشكال فيه، بل هو عين التوحيد. فإذا دل عليه الدليل الصحيح نتبعه، وقد دل على ذلك الأدلة الصحيحة. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول توحد بالربوبية، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا منحها لغيره إنما لأنه الله قادر على أن يقدر غيره وذلك يعمل بإذن الله. مثلاً الآية تقول هل من خالق غير الله؟ أكو خالق غير الله؟ في سورة فاطر لا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى. أو مثلا آية أخرى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، الربوبية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لكن المدبرات أمره بأمر من الله وبقدرة من الله، فذلك
هو الإيمان. الفرق بين الإيمان والشرك في هذه النقطة. يعني النصراني ليش مشرك سبحانه وتعالى عما يشركون؟ لأنه رأى ولادة عيسى من غير أب، رأى معاجز عيسى أنه يحيي الموتى، أنه يبرئ الأكمة والأبرص، وقال زين هذه قدرة خارجة عن قدرة سائر البشر، فإذا عيسى هو رب أو هو ابن الرب. نحن نقول إن عيسى ولد من غير أب لكن بإرادة من الله، إن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أحيى الموتى بإذن الله، أبرأ الأكمة بإذن الله. فهذا هو الفرق بين الإيمان وبين الشرك. ذاك يقول ما تقول في معاجز عيسى، لكن يقول إنه بالاستقلال، إنه هو الرب، إنه ابن للرب. أنت تقول بهذه المعاجز لعيسى، ولكن تقول إن عيسى كان بشرا لكن الله هو الذي أعطاه هذه القدرة، لكن الله سبحانه وتعالى أذن له في استعمال هذه القدرة، فلذا كلامك توحيد وكلامه شرك. فهذا بالنسبة إلى توحيد الربوبية. بقية تفاصيل التوحيد إن شاء الله نتركه إلى حلقة قادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Oh.